تعالوا نشوف عميد زراعة اسكندرية في سبا باشا بيسأل الطالبات: انتوا جايين تتعلموا ولا تثيروا غرائز الشباب؟ البنات لابسين بناطيل ولا بناطيل موضة ولا غيره؟ بنات، بناتنا. عميد الكلية بيقول لهم: انتوا جايين تتعلموا ولا تثيروا غرائز الشباب؟ ايه؟ مش عايز اقول الرجعية، ومش عايز اقول التخلف، ومش عايز اقول اي الفاظ، لكن انا عايز اقول انه دي مش تربية قطعا. قولا واحدا يا سيادة العميد، انت اخطأت، اخطأت التقدير واخطأت التعبير. اخطأت التقدير لانه دول بنتك وده ابنك، المفروض الاحتقان اللي بيحصل نتيجة المنع ونتيجة العزل ونتيجة بيؤدي الى اللي احنا بنشوفه بلاوي اخطر من الاختلاط. الاختلاط الحقيقي اللي بيخلي الناس مفيش مشكلة، بيخلي مفيش نوع من مش عايز اتكلم واضرب امثلة بمجتمعات اخرى، لكن عايز اقول ان طول عمر المجتمع المصري سوي، طول عمر المجتمع المصري بنشوف الراجل مع الست والراجل جنب الست والولد جنب البنت في الجامعة وفي كل مكان. وحضرتك يا سيادة العميد لو ما رحتش الحج، انا بقول لك في الحج وفي صحن الحرم، في صحن الحرم، في بيت الله الحرام، هناك لا يتم التفريق بين الرجل وبين المرأة، وهناك إذا غطت المرأة وجهها لا يجوز لها الحج. ده أنا ما بألفش، ده موجود في الحج، في صحن مكة، في صحن الحرم، كله مع بعضه بيصلي الرجل جنب المرأة، المرأة وراء الرجل أمام الرجل، وشوفوها في التلفزيون، والمرأة لا تغطي وجهها. انت جاي بقى في سبا باشا في اسكندرية جاي تقول للبنات: انتوا جايين تتعلموا ولا جايين تثيروا غرائز الشباب؟ ده هم جايين عشان حضرتك المفروض تكون مربي، المفروض تستوعب، المفروض تكون ناصح، المفروض تخلي الاولاد والبنات يبقوا في حالة من الوجود السوي. لكن انا عايز اقول انه اعتقد وقد أكون مخطئاً أنك ما يجب أن تبقى مكانك كعميد لهذه الكلية، لا لشيء. ومش عايز حد يعمل هاشتاج عنده ويقول لك أصله دول الناس اللي هم أنصار الفجور والصفور والكلام اللي بيدغدغ مشاعر الجهلاء. لا، أنا بقول تاني إنه التربية والحشمة والأدب والتربية أبدا ما كانت بتترجم بلبس وزي ولباس أبدا، وإنما الأخلاق موجودة هنا في العقل وهنا في القلب وفي السلوك. إحنا المفروض والمفترض القائمين على العملية التعليمية يكونوا عندهم نوع من الحرية، الحرية في التفكير والحرية والنضج في الحكم على الأشياء. أنا أعتقد سيادة العميد، واعتقد الدكتور رئيس الجامعة، اعتقد سبا باشا تابعة لجامعة اسكندرية، وجامعة اسكندرية تابعة لوزير التعليم العالي، والتعليم العالي تابع للمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات تابع ايضا لرئاسة مجلس الوزراء. اعتقد انه احنا في وقت محتاجين فيها ان احنا نكون اكثر دراية بكيف نربي ابنائنا وكيف نتعامل مع ابنائنا.